لابد على البو والام، خاصه الام اللي هي تلعب دور كبير، باش انها تقوم باش معناها تقوم بتهيئه التهيئه النفسيه لصغارها، سواء بنيه ولا وليد، وتحذرهم للمرحله هذه، لانها هي مرحله مهمه جدا في حياه الفرد منا، وتكون مستعده باش انا تجاوب على الاسئله اللي باش يطرحوها عليها، وما تخليهمش معناها كما نقولوا مسايبين هكاك وعرضه لك المخاطر نتاع الاجوبه اللي باش تلقاوها في الشارع ولا في الانترنت او غيره وغيره وغيره. اسم هي تحذر، تكون محضره نفسها، معروفه شنو هما الحاجات اللي الذكر معروف شنو باش يصير عليه، والانثى معروف شنو باش يصير عليها، تكون محضره روحها الام ولا الاب باش انهم يجاوبوا، محضرين روحهم محضرين الصغير. الصغير ما قلت يحضروا نفسانيين يحضروا معناها كيما البنيه مثلا بالنسبه للتمث، بالنسبه للراجل الحيض، يسمها الام تفهم بنتها من قبل ما توصل للسن هذاك، لو باش تجي نهار باش تولي انت معناها باش يصير عليك تغييرات على الجسد، وعلى باش يولي عندك ما نسميوها هذه العاده الشهريه، والعاده الشهريه راهي هي ها باش فاش تتمثل، وما تتفجعش اذا ريت معناها ولا نزل لك الاوساخ هذيك اللي بالدم اللي تهبط من الانثى، معناها ما لازمكش تتفجعها ولا تدخل بعضك، لانه مكتعرف هنا فما العديد من الإناث ما تحذرهمش أمهم للحكاية هذه.